لمزيد من المتابعة ينضم إلي من واشنطن توماس جوجسيان الكاتب والمحلل السياسي. هل تعتقد أن الضغط الاقتصادي سيجبر إيران على الموافقة على عقد صفقة جديدة مع أمريكا وعلى وقف نشاطاتها وتدخلاتها؟ كما هو واضح من العقوبات الأمريكية أنها تسعى أساسا، الإدارة الأمريكية ورئيس ترامب تحديدا يسعى من خلال هذه العقوبات أو حزمة العقوبات التي تم فرضها من جانب الولايات المتحدة وتحديدا هذه المرة، وهناك مرة أخرى كما هو معروف في نوفمبر القادم، أن هذه العقوبات تسعى إلى تضييق الخناق حول طهران لإرغامها أو لإجبارها على الوصول إلى اتفاق آخر، أو كما يقال إرغامها على أخذ مسار آخر كما يقال، أو سلوك آخر فيما يتخص تغلغلها أو تغولها أو توغلها في بنشاطات مختلفة تسمى هنا في الولايات المتحدة نشاطات خبيثة فيما يتعلق بتواجدها في دول المنطقة والعبث بأمنها واستقرارها. إلى أن العقوبات كما هي معروفة في أغلب الأحيان في أغلب الأوقات أنها عقوبات اقتصادية تبدأ في ظهور توابعها أو نتائجها في خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة. طيب، هو السيد توماس يبدو أن في الحقيقة الهدف الرئيسي للرئيس ترامب هو إخضاع إيران لاتفاق جديد، لكن ما لو نتحدث عن ردود الفعل العالمية، يعني رئيس الولايات المتحدة الأمريكية السيد ترامب يقول للعالم لا تتعاملوا مع إيران، في حين أن هناك ردود فعل غاضبة على المستوى الأوروبي والمستوى الروسي، كيف نفهم ذلك؟ كما هو معروف أن الرئيس ترامب عادة لا يتخذ في اعتباره ردود الفعل العالمية، فهو يخاطب أولا وأخيرا كما قيل أكثر من مرة، وكما قال هو أكثر من مرة أنه أمريكا أولا، سياسة هذه الإدارة تحديدا والرئيس ترامب على وجه الخصوص تتعلق بأمريكا، هي مركز القرار بصرف النظر عما تكون تبعات أو تكون ردود الفعل العالمية، سواء رد الفعل العالمي. وكما هو معروف أصلا أن انسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي الإيراني تم على أساس أن ليس هناك اتفاق كارثي فقط، ولكنه قرار أمريكي حتى في الانسحاب من الاتفاق الدولي كان وافق عليه أكثر من دول، وبالتالي موقفه في العقوبات الأمريكية في العقوبات الحالية نفس الشيء، أنه قرار أمريكي يتخذه من أجل المصلحة الأمريكية كما يقول، وأنه من أجل السلام العالمي. فبالتالي نوع هنا العقوبات بشكل عام وتحديدا هذه العقوبات كما يقال فيها نوع من الترهيب والترغيب، الترهيب بأنه سيتم حصار النظام الإيراني، نعم، أو تضييق الخناق حول الاقتصاد الإيراني، وفي نفس الوقت الترغيب في وضع اتفاق جديد أو العمل من أجل اتفاق جديد يتم التوصل إليه أو التفاوض حوله. سيد توماس جورجسيان الكاتب والمحلل السياسي كنت معي من واشنطن، شكرا جزيلا لك.